يستلم اللاعب الكرة بطريقة أسطورية، كنترولات مدهشة جدا. السلام عليكم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي التمريرات الطويلة التي تحدث بين اللاعبين، ولكن لاستلامها يجب أن تكون فنانا ومبدعا جدا، أو على الأحرى تستطيع ترويض الكرة حتى تتمكن من استلامها بشكل جيد وتريح نفسك وفريقك من عناء فقد الكرة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد عندما يستلم اللاعب الكرة بطريقة أسطورية. لنبدأ. بعد هذه التمريرة المميزة والطويلة من لاعب يوفنتوس إلى زميله، انظروا كيف لهذا الأخير أن قام بترويض الكرة بهذا الشكل الرائع والاستلام المميز. هذا اللاعب بعد أن وصلته الكرة بهذا الشكل من زميله، انظروا إلى هذا الكنترول الرائع والمبدع الذي جعل خصمه يقع من أمامه بهذا الشكل. استلام موفق ورائع للكرة. يمكنكم رؤية الإبداع في هذا الكنترول الجميل لكوتينيو وكيف ثبت الكرة. أليكسي سانشيز يستلم الكرة من زميله بظهره في هذا الشكل، فشاهدوا كيف قام بترويضها. يمكنكم رؤية هذا المبدع رونالدينيو كيف استلم هذه الكرة وكيف قام بترويضها بهذا الشكل المميز. ومن غيره زين الدين زيدان يستطيع ترويض هكذا كرات مميزة. شاهدوا كيف تخطى خصمه بهذا الاستلام الرائع والمميز. بعد أن طارت الكرة من اللاعبين بهذا الشكل وصلت إلى هذا المدرب، فانظروا كيف استلمها وقام بترويضها بهذا الشكل المميز. إبداع ما بعده إبداع في هذا الاستلام الرائع من هذا اللاعب، فانظروا ماذا فعل بخصمه وكيف تخطاه بهذه المراوغات الجميلة بعد استلام الكرة. كنترول مميز ورائع للغاية من هذا اللاعب بهذه الطريقة، إنه إبداع يا سادة. في هذه المباراة بين المنتخب البرتغالي والكاميرون، شاهدوا هذا اللاعب كيف قام بترويض الكرة على ساقيه من الخلف بهذه الطريقة ووضع الكرة أمامه. شاهدوا اللاعب لوكا مودريتش كيف قام بترويض الكرة والالتفاف بهذا الشكل الرائع. استلام مميز مع قليل من الاستعراض يجعل هذا الكنترول جميلا وفريدا. يمكنكم رؤية قدم إنيستا السحرية كيف استلمت هذه الكرة. بصراحة كرة جميلة للغاية قام هذا اللاعب بترويضها. هذا اللاعب قام بترويض الكرة على صدره والالتفاف بهذا الشكل ورفع الكرة ووضعها في الشباك. حسنا، لقد نجح في هذا الأمر بالفعل. انظروا إلى هذا الاستلام المميز وطريقة وضع الكرة في الشباك. استلام موفق للغاية من دي ماريا في هذه الكرة، فانظروا كيف قام بكعبه بهذا الشكل باستلام الكرة بهذا الشكل الرائع وإعطائها إلى كيليان مبابي الذي قام بوضعها في الشباك مباشرة. يا لروعة الاستلام الرائع بالظهر من كريستيانو رونالدو، فانظروا كيف استلم الكرة بظهره وتخطى منافسه بهذا الشكل الرائع. يمكنكم رؤية ميسي ماذا فعل بلاعبي أتلتيكو مدريد بعدما صعدت الكرة إلى فوق، فقام بترويضها بهذا الشكل ووضعها بين أقدام لاعب أتلتيكو مدريد والتقدم بها.
هنا في هذه المباراة والتي تعود إلى العقد الماضي يمكنكم رؤية هذا الاستلام المميز للكرة وكيف لهذا اللاعب أن قام بمراوغة خصمه بحركة واحدة وبعد ذلك وضع الكرة بوجه قدمه في الشباك. يمكنكم رؤية كيف استلم مارسيلو الكرة ولم يجعلها تخرج عن الخط بهذا الشكل المميز، لاعب عبقري حقا. هنا مارسيلو بهذا الكنترول يثبت الكرة تحت قدمه بهذا الشكل الرائع. بعد هذه التمريرة الطويلة من لاعب ريال مدريد من منتصف الملعب إلى مارسيلو، انظروا كيف قام بترويضها بهذا الشكل الرائع، استلام موفق ومميز حقا. يمكنكم رؤية مسعود أوزيل كيف استلم الكرة بالكعب بهذا الشكل الرائع، لاعب ذكي حقا. هنا دي ماريا يستلم الكرة بطريقة رائعة للغاية ومن ثم ينطلق بها بهذا الشكل الرائع. يا لروعة وجمال هذا الكنترول من دي ماريا، انظروا كيف قفز في الهواء واستلم الكرة بطريقة رائعة جدا. هنا لاعب ليفربول يعطي هذه التمريرة إلى زميله، فانظروا كيف قام بترويضها بهذا الشكل الرائع، وفي النهاية قام بوضعها في الشباك هدفا مميزا جدا. هنا لاعب لاتسيو قام بتمرير الكرة إلى زميله فاستلمها بخفة وبراعة وسددها لتدخل الشباك، كنترول مميز ودقيق يساوي هدفا رائعا. هنا هذا اللاعب استلم الكرة على صدره ووضعها على رقبته بهذا الشكل ليستعرض بشكل رائع، هذا بالضبط ما لم يعجب لاعبي الفريق الآخر إذ ظنوا أنه يهزأ بهم. يمكنكم رؤية الإبداع الذي يقدمه إنيستا بهذه الكرة الجميلة، انظروا إلى هذا الاستلام والكنترول الرائع، حسنا أمر أشبه بالسحر. هنا لاعب ليستر سيتي يستلم هذه الكرة المقوسة من زميله وبهذا الشكل يعدل مساره ويخترق الدفاع ويسدد هذه الكرة القوية في الشباك. شاهدوا هذا الاستلام الرائع والمميز باستعراض جميل من نيمار، كنترول مميز جدا. وهنا نيمار وبطريقة جميلة وبوضع قدمه بهذا الشكل خلف قدمه الأخرى يقوم باستلام الكرة بهذا الشكل المميز. هذا اللاعب استلم الكرة من زميله من الجهة اليسرى فقام بالالتفاف وتسديدها مباشرة فور ترويض الكرة بهذا الشكل الرائع. كرة مميزة ورائعة من هذا اللاعب إذ قام بترويضها على صدره بعد ذلك قام بوضعها على رأسه بهذا الشكل وأخذ يستعرض بشكل رائع، حسنا استلام موفق ورائع للكرة. هنا ليونيل ميسي فور أن وصلته الكرة بهذا الشكل قام بترويضها على فخذه الأيسر ومن ثم تسديدها مباشرة ليحرز هذا الهدف. يمكنكم رؤية هذا اللاعب كيف استلم الكرة من صديقه بهذا الشكل المميز بالكعب ووضع الكرة أمامه وبطريقة رائعة تخطى لاعب روما في وسط الملعب. كرة جميلة من ديلي ألي يستلمها بشكل رائع ويتفوق على لاعبي مانشستر يونايتد ويسجل هذا الهدف المميز. يمكنكم مشاهدة هذه الكرة الطويلة التي قام بترويضها باولو ديبالا وقام بمراوغة خصمه بطريقة جميلة، حسنا كنترول ولا أروع.
إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.